محل السجدة في القرآن الكريم في رواية حفص خاصة للذي يقرأ بهذه الرواية، وكذلك بالنسبة لرواية قالون، هل خاصة بالذي يقرأ بهذه الرواية أم نسجد في كل مواضع السجود في القرآن الكريم؟ هذا هو المطلوب، إذا مررت بآية سجدة فاسجد دون نظر إلى قراءة فلان وقراءة فلان، إذا مررت بآية فيها سجدة فإنك تسجد. والسجدات التي في القرآن محددة، 14 سجدة في القرآن مذكورة ومبينة. نعم.